ايه رأيكم في الطاجن التحفة ده؟ ده طاجن تولي باللحمة في الفرن، طاجن كده جميل وخفيف ومفيد، كله خضار ومش هياخد مننا وقت في الحر ده، مجرد ان احنا هناخد مكوناتنا كلها مع بعضها ونحطها في الفرن. يلا بينا نشوف الطاجن ده اتعمل ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقالنا كتير كده موقفناش نعمل حاجة مع بعض، قلنا هنعمل حاجة النهاردة في الحر ده تكون جميلة ومفيدة وصحية وفي نفس الوقت متاخدش مننا وقت، سريعة التحضير يعني، وفي نفس الوقت كمان يعني مفيدة جدا، اللي هو ايه بقى؟ تورلي طاجن في الفرن. هنعمل التورلي وهنعمله طاجن في الفرن، كله خضار كله مفيد وفي نفس الوقت مش هياخد مننا وقت، لان احنا مجرد الخضار اللي عندنا كله بنحطه كله في الطاجن في الفرن وخلاص على كده. طب نشوف بقى كده مع بعض حتى مقاديرنا اللي متوفرة عندنا في البيت. نشوف كده، بسم الله. اول حاجة عندي طبعا الطماطم، عصير الطماطم عندي هنا. تاني حاجة عندي هنا الخضار بقى الموجود والمتاح عندك في البيت، يعني انا كده كنت مفرزة فاصوليا وجزر وبسلة، وعندي كمان هنا بطاطس. طبعا لو في كمان كوسة كان يبقى جميل، بس انا للأسف ما عنديش كوسة، فده الخضار المتوفر عندك. في ناس كمان بتحط له بدنجان، بس انا بصراحة ما بحبش احط له بدنجان. خلاص كده، يبقى كده قلنا زي ما اتفقنا الخضار المتوفر عندنا بايه بنحطه. تاني حاجة هنا عندي كده بصلاية كبيرة متقطعة مكعبات، عندي هنا زي معلقة كبيرة كده توم، عندي اللحمة بتاعتي كمية طبعا اللي انتوا حابين، وعندي هنا بقى بهاراتي اللي هي ايه، ملح فلفل كمون وبهارات لحمة، واللي ما عندوش بهارات لحمة مش اساسي يعني، والبهارات برضو اللي انتوا حابينها ايه تدفوها بتدفوها. ادي كده دي المكونات الأساسية بتاعتي. نبتدي كده بقى نشوف نعمل ايه مع بعض. بسم الله، اول حاجة نبتدي كده بسم الله السمنة بتاعتي على النار، وهضيف لها البصلة واقلب كده، هقلب في البصلة بتاعتي تبقى حاجة بسيطة كده، سمنة بسيطة. هجيب معلقة الثوم على الريحه اللي طالعه، هعزز بقى الريحه دي اكتر. البهارات اللي عندي كده كلها بتتحط، حطيت البهارات بتاعتي كلها كده وقلب، عايزه تبقوا واقفين معايا وتشموا الريحه، نقلب كده اخلي البهارات تندمج قوي مع البصل والثوم. في المرحلة دي بقى كده هضيف اللحمة بتاعتي، تاخد لها كده من طعم البصل والثوم المتبهر بالبهارات ده، وتاخد كمان ريحة مقلتوش بصراحة كده، وقلبها كده كويس، هديها تقلبتين كده واسيبها دقيقة كده مع البصل كده. الريحة فظيعة، الريحة فظيعة بصراحة. هنزل بقى دلوقتي كده بالخضار بتاعي عشان هو كمان ياخد ويتمكن من ايه، من الطعم والريحه بتاعت اللحمه والبصل كده. يا سلام على الريحه اللي طالعه، وطبعا هيبقى الطعم كمان لانه عمال ياخد من طعم اللحمه بالبصل بالثوم بالتوابل طبعا. كده بصوا قلبناها، الريحه طالعه جميله جدا، وطبعا اكيد كمان الطعم. هنا بقى كده في المرحله دي كده خلاص هي اخدوا ودوا مع بعض كده شويه، هنزل بقى بالايه بالصلصه بتاعتي، وهقلب كده هسيبها بقى كده تاخد غلوتين مع بعض وارجع لها. ده شايفين بقى بعد ما اخدت كده غلوتين، شايفين جميلة ازاي كده. بقى اللي عايز ان هو يكمل سواها من غير ما يحطها في طاجن في الفرن، او مثلا في مصيف مش متوفرين عندهم فرن بوتاجاز كده، ممكن هو يكمل سواها ايه كده على النار على البوتاجاز عادي، واللي عايز طبعا طعم احلى ان هو هيحطها ايه في الطاجن.
وبرده اللي بيكمل سواها من فوق بيبقى طعمها برده جميل. كده احنا بقى ايه، هنفضيها في الطاجن بتاعنا وندخلها الفرن. نقلبها كده الاول بس تقليبه مع بعضيها. يلا بقى نفضيها في الطاجن. ده كده الطاجن بتاعي بعد ما فضيته من الحله، هدخله بقى الفرن. شايفين جميل ازاي؟ هيقعد بقى في الفرن حوالي كده نص ساعه، لان انا سبته زي 10 دقايق بس على النار فوق يكون الخضار بتاعي استوى كويس. شايفين هي اللحمه كده كده مسلوقه، احنا حاطينها مسلوقه بس هي هتدوب كمان مع الخضار، عبال ما يستوي الخضار اللحمه كمان هتدوب فيه ويبقى طعمها طبعا خرافه. يلا بينا بقى ندخله الفرن بتاعتنا ولما يطلع نشوف شكله ايه. وادي كده بقى الشكل النهائي للطاجن بتاعنا، شايفين جماله؟ وما اقولكوش على ريحته وطعمه كمان، جربوه ان شاء الله هيعجبكم قوي قوي قوي. حاجة كده جميلة وخفيفة ومفيدة، احنا مجرد ان احنا لمينا كل المكونات بتاعته حطيناها شوية على النار تاخد غلوتين تلاتة، وبعد كده فضيناها في الطاجن بتاعنا ودخلنا الطاجن الفرن بس كده، وهي بقى اشتغلت كده مع نفسها واستوت مع نفسها. شايفين طلعت بالجمال ده ازاي؟ والطعم طبعا رهيب، اللحمة اخدم الخضار كله، الخضار كله اخد كمان طعم اللحمة، في حاجة كده تحفة وخطيرة. وزي ما قلت اللي عايز برضو ان هو ما يدخلوش في طاجن في الفرن عادي خالص، يخليه على النار بس. بالنسبة طبعا اللي هما بيبقوا ايه في مصايف او ما مش متوفر عندهم الفرن، عادي خالص نفس الطريقة بتاعتنا دي، وبنسيبه ان هو يستوي مع نفسه على النار على البوتاجاز من فوق. اتمنى الفيديو يعجبكم.